بس ممكن يقطع شهر رمضان كريم بلا المحطة الحلوة مع مدام ليلى يلي الناس بتعرفك فيها من سنوات وتميزتي فيها بالنسبة لكل هالماسك الطبيعي والعودة للطبيعة. ودائما الناس بتعرف الناس ما بتعرف انه انت بتحضري كل هالبرزنتيشن المعموله بكثير من ذوق وجمال. بس بمسكه بس بس المهم عليه الساين الام تي في مرجع كبير لكل هالاشياء وكتاب خلطات شرقيه من البلدان العربيه. انا ابتديت معي القصه وهيك حققت من ايام التلفزيون المستقبل وقلنا دائما هيك نتذكر تلفزيون المستقبل مع برنامج كان طبيعي اشمل استمر شي 14 سنه. هالخلطات تعودنا والبس عباية وهيك بتجي تكفي الحديث وقلك بتذكر حلقات كتير حلوه بالطبيعه. بتذكر حلقه بعلبك مزبوط واجوا اهل بعلبك على الاحصنه واستقبلونا ورقصوا سيف وترس. الطبيعة بتعطيك فرح ولما انت بتكون عم تكون بالطبيعة الأهل الموجودين بحسوا كأنك عم تكرم الطبيعة وتكرم وجودهم يلي هو صار كتير قليل الأشياء يلي الناس بتعرفها. اليوم أنا عم بحكي عن الشعر إلي والشعر يعني بس نحكي أشياء طبيعية حتى اللي قدرته دايما بفكر بكل الملوك والأمراء بالخارج بعالمنا العربي بيستعملوا الزيوت والزيوت بشكل كتير قوي كلها لحتى يحسنوا صحة الشعر ليحسنوا قوته متينته سميكته. أنا بلشت أقول عن شيء هو رقية الشعر يعني مثل ما سبق والتعريف بيقول أنه سن 30 هو السن اللي ببلش يرق فيها الشعر، سن 27 هو السن اللي ببلش نعمل ايجينج بالوجه وبلش يصير في تجاعيد. هالرقيه لها اسبابها ولكن ما ننقص لانه يمكن يكون هيدي فورمه الشعر، بس انا فيها حسنها وفيها قويه وبوعدكم بهالماسكات اليوم رح نرجع نرد متانه الشعر، ولكن ما بدنا ننسى السبلمنتس، ما بدنا ننسى الاشياء الطبيه، ما بدنا ننسى انه مش لازم يكون الشامبو سولفات فري، يعني ممنوع يكون فيه سلفر، وهي شغلة كتير أساسية. لازم نركز إذا بدي أقوي الشعر يكون فيه الزيت اللوز الحلو بقلب الشامبو. شوف صورة زيت اللوز الحلو نقي الشامبو كله حيزبط. At the same time ما في حد شيء على فروة الرأس ونيم إلا ما يكون إشياء كتير خفيفة مثل كبسولات الفيتامين إي. بفتح أكتر من كبسول بحطهم جوات الشعر وهيدا فيه نيم فيه. أما بقية ما بقى بدي رجعهم على وصفة كتير قديمة كانوا بالماضي. نحن هلأ منحط جيل ومنرش ومنرجع منشف شعرنا يطلع كيرلي ويطلع هيك طبيعي ومهضوم. أنا اليوم جربت طريقة يلي هي البيرة. كانوا بالماضي يحطوا بقلب قنينة خضوها ويرشوها للبيرة ويرجعوا يسووا شعرهم يطلع الشعر بياخد العقل خاصة ليلي بيحبوا الشعر الكيرلي الطبيعي. هيدي وصفة بليز ما تنسوها كتير مهمة. خدوا البيرة ومنعرف قدي البيرة مهمة عودا عن نشربها هلا بالصيفية اللي بيتناولوا الكول خفيف. البيرة الناس بتستخدمها عادي ولكن احنا هون ما عم نروح برمضان لنشرب البيرة، عم نروح برمضان لنرشها فقط على الشعر. كمان اذا كنا عم نتشمس عم نعرض وجه شعرنا للكلورين، شو ما عملنا ما بيروح الكلورين منه غير ما نحط شوية خل التفاح مع تقريبا قنينة مي معدنية نظيفة منخضها ومنفوح آخر تفويحة لنزيل الكلورين عن الشعر. هودي هيك وصفات خفيفة بسيطة لحتى نبلش نحكي أكتر عن هالمواضيع. أنا دايما بدي أقول شيء أنه بالحلقة الماضية حكيت عن ناحية كتير أساسية. أي زيت غني بالفيتامين إيه يعني منيح للشعر. حتى زيت الذرة غني بالفيتامين إيه. زيت اللوز، زيت الجوجوبا، زيت الكوكونات، كل هالزيوت الغنية بالفيتامين إيه يعني كتير صحتها منيحة لشعرنا، نوعيتها منيحة لشعرنا. أما الشيء القسم الثاني هو الفاتي أسيد ومنا ننتبه كتير قديمهم. وما ننسى بأكلنا شعرنا بدنا منيح ما قلنا غير نحط إيدنا على جيبتنا ونشتري سالمون.
سالمون والأويسترز شيء مسار ليحسنوا صحة الشعر، البروكولي، البنانا، الجوز، اللوز، كل هالاشياء نحن دايما عم نحكي أوميغا 3، عم نحكي فاتي أسيدز، عم نحكي فيتامين إي، دايما بهالنواحي هيدي نفكر فيها. والستريس، نزيل الستريس، يعني اللي بيزعلك خلص زيحوا على جنب. اليوم الوصفة اللي حابتدي فيها، دايما بكل وصفاتي بديكم تنتبهوا تحطوا كونديشنر، الكونديشنر جيد جدا بكل الخلطات، بيروح الإفات الطبيعية إذا كان في بصل، إذا كان في أي شيء مثل بيض، نحط كونديشنر بيعزل كل أي شيء يزعجنا. بأول وصفة يلي رح أحكي عنها اليوم هي كونديشنر مع شيء أنا عشته واختبرته وكتبته بكتابي مملكة الجمال عن صفار البيضة. ما بديكم تفكروا انه اي صفار بيضة، بدها تكون صفار بيضة طازة، طازة يعني طازة فريش. باخد صفار بيضة بزيد عليها شوية كونديشنر، عصرة حامض، عصرة ليمون، اورنج، وبضيف اذا حبة شعري متنه اكتر ومتوفر العسل بضيف العسل مع الكونديشنر مثل ما قلنا، بحطهم على الشعر نص ساعة. دايما لكل وصفات الشعر بدنا نحط الشاور كاب يلي فيه بقلبها نايلون، إذا ما عنا نحنا فينا نصنعها. أنا هيدي أنا صنعتها، قصيت نايلون لحتى أعلمهم، وحطيت منشفة وحطيت لها شليك شلاك، وبستعملها صرت لما بحط الماسكات الطبيعية هوم ميد يعني. حلو. أو ودايما قبل ما حط الكاب عملت منشفة بهالطريقة ومن هون عريضة، وبحطها على الشعر بعد ما غطها بمي سخنة، مي سخنة عم تغلي، بكون حاطة الزيوت، الكونديشنر، الخلطة اللي حكيناها، منلفها بالشعر وبنرجع منحط الكاب. بدي أقول شيء، الزيوت كلها مهمة كتير to warm it not to heat it، يعني ندفيها مش نسخنها، لما منسخنها كتير يعني عم نعمل شيء غلط يلي هو صارت عم تنقلها الزيت، يعني صار الزيت تحولت فعاليته. نحنا بدنا نحط بان ماري ونسخنه، ما نسخن الزيت مثل المقلاية. سو أول خلطة هي هالكونديشنر يلي مثل ما قلنا رح يكون عم يتوزع على الكل، مع زيت الجوجوبا، زيت الزيتون وزيت اللوز، خلطتهم مع بعضهم وضفت لإلهم أهم زيت يلي هو زيت الأفوكا. الأفوكا نبتة من أهم النبتات لصحة الشعر، يعني لما منقول حتى أكعاب الأرجل منشفين، الإيدين، الأظافر، عم يصير في عنا كيوتيكل، دايما مننقي الزيت الأفوكا قد ما هو كتير قوي وفعال للشعر بعيد قوته. وقبل ما أحكي كل الوصفات، قص أطراف الشعر هي أهم شيء، ما نترك أطراف تالفة ونقول شعري طويل، ما نقص الأطراف كل 3 أشهر بالتأكيد المينيموم. حطينا كل هالزيوت بخلطها مع بعضها وبضيف لها كونديشنر. كيف إذا ما بدي فوت بهالخلطات واختراعات على الشعر، إني أتركها من نص ساعة لساعتين وحط مي سخنة، أرجع حط الكاب الشاور كاب وخلصت القصة. جينا لخلطة الأفوكادو. خلطة الأفوكادو بدي أسحن الأفوكادو، أنا الأفوكادو بسحنه بقشره حتى، يعني إذا عنا أفوكادو فريش ما تركني يسود كتير، بسحنه مع قشره لحتى نستفيد من كل مكوناته. وهون حطيت زيت الزيتون، زيت الزيتون مهم كتير لصحة الشعر لما بيكون بقلب وصفة، وإذا كنت بدي أحطه على الشعر من دون تسخينه سميك كتير ما بتستوعبه فروة الرأس أو أطراف الشعر، ما منحطه على فروة الرأس، منحطه على أطراف الشعر. وبضيف لقله العسل وزيت الكوكونات، لما بيكون عندي شعر كتير جاف بضيف لقله تقريبا ملعقة زيت الكوكونات، ودايما زيت الكوكونات بدي حطه باماري ليطرى لأنه بيكون مثل الباسدين السميك. هيدي الوصفة مهمة جدا للشعر التالف، للشعر الرقيق. اليوم وصفتنا للشعر تنسمكه تنقويه لحتى نعطيه متانة. دايما لما بكون عم بحكي عن وصفة فيها أفوكادو بيلبق له العسل،
الافوكادو والعسل يعني في سحر بين بعضهم. بحبوا الفيتامين سي، بحب عصرة الحامض، فينا نحط عصرة حامض، بتصير اي شيء نحطه يفيدنا. لما بنوصل للبيض، وكنا عم نحكي عن البيض، بروتين بروتين، بس نحكي صحة شعر يعني بروتين، يعني ما في شيء مطرح البروتين يقوي الشعر. ولحتى نستفيد منه كمان منضيف عصير الليمون اي البرتقال. وبدي اقول انه مهروس البرتقال، يعني اذا جبت حبه برتقال بقشره وعملتها مثل بيوري، بضيف لها صفار بيضة مع عصرة حامض حتى ملعقة لبن، رح يصير الشعر يلمع لمعية. اللبن كتير مفيد. اذا حطينا لبن مع ملعقة مايونيز، انا حطيت هون لبن وملعقة مايونيز وهرست بنانا نص موزة، منحطهم مع بعضهم وبرجع بضيف لهم الالوي فيرا وزيت اللوز. بضيف زيت اللوز على الالوي فيرا، انا عم جرب استفيد من الوقت ما ركب لحتى الوقت يكون اكدنا، ونرجع منحط الاشياء بتركيبها اذا بقي لنا وقت. الافوكادو بدي اخذ مهروس الافوكادو وحط سبع زيوت. انا هون شو ما متوفر عندي زيوت بستخدم، اذا مش متوفر زيت الزيتون كافي. انه ضيف على الافوكادو زيت الزيتون، و اخذ زيت اللوز، زيت الجوجوبا، زيت الكوكونات، اي وورم بدفيهم بالبان ماري، بقدر مرق الزيوت قبل ما احطها بالخلطه على اطراف الشعر، دلك اطراف الشعر لحتى تشرب منيح وصير مد اكثر، مد اكثر بدون ما اوصل للسكالب، بدون ما اوصل لفروه الراس. لحتى حسن فروة الرأس ما لازم دق فيها، لازم اتركها بمعزل عن اي حساسية. برجع بعدين بضيف هالزيت على الافوكادو، بخلط الخلطة. اذا وقتنا بعده سامحنا، بعد معنا دقيقتين تقريبا، دقيقتين. خلينا نعمل هالخلطة هيك على السريع، استفدنا نشرحهم لانه هيك بيكونوا شو كي بيصير سميك الزيت لما بنخلط الخلطات فيه. نخلطهم، منمرقهم على كل أطراف الشعر، وبنرجع بعدين منحط المنشفة مثل ما سبق وقلنا. ودايما غسل الشعر من بهالاشياء هيدي ما بتترك أي شيء إنه التب تسكر ولا شيء، لأنه الزيوت كلها لما بتكون على الشعر بس نسرحها بمشط عريض بتنزل. سو خلينا نسرحها بمشط عريض إذا في أي مواد، تما نكون عم نعمل أي شيء مقابل إنه نزعج، نسرحها بمشط عريض خشب ونرجع بعدين نفوح الشعر ونغسله بالشامبو. ومثل ما قلنا نبعد الستريس قد ما فينا، المي السخنة قد ما فينا، شمس مضرة جدا بترقي الشعر وبتعمله تالف من دون أي شيء تاني. شكرا كتير مدام ليلى، يعطيكي ألف عافية. Thank you. يا ميت هلا، نحن رح نتابع حلقتنا بعد البريك.